نبيل يواصلها الملاكم العالمي جمال دحو تحضيراته للمنافسة على لقب UBO العالمي في تحدي جديد ضد التنزاني يزيد هذا الشهر بدار السلام، ليتنقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط إلى واشنطن للدفاع عن لقبه في WBC. وللحديث أكثر عن هذه المنافسة والمشاركة المرتقبة أجرينا مع جمال دحو هذا الاتصال الهاتفي. الحمد لله، احنا التدريبات تاعنا راهي تجري على احسن وجه. يعني الفريق دحو والشعب الجزائري واقف معايا يعني في مورالمون، يعني الحمد لله لي بريباراتيف راهم يجروا على احسن وجه، يعني اوني ديتيرميني بوغ ان شاء الله ديفوندر نوتر درابو ناسيونال ان شاء الله في لا تنزاني بور لو تيتر مونديال UBO، وان شاء الله رفع الرايه الوطنيه في ابرار افريقيا للمره الثانيه ان شاء الله. الخصم تاعي للبطوله العالميه UBO سيكون تنزانيا، يعني من البلد تنزانيا، يعني في عقر الظاهر العربي لكن معه، واسمه سعيد يازيجو، عنده 42 منازله في البالماريس تاعه بروفيسيونيل، يعني عنده اكسبيريونس كبيره في الاحتراف. احنا ان شاء الله بالخدمه وبالوقفه تاع الشعب الجزائري راه مساندني وبالقوه الاراده، يعني ان شاء الله نروحوا ان شاء الله فيها غير الخير، وان شاء الله نشرفوا الالوان الوطنيه. يعني احنا الهم تاعنا الوحيد اللي هو رفع الرايه الوطنيه ان شاء الله في الادغال الافريقيه ان شاء الله، ولما لا التتويج بلقب عالمي ثاني. بالتوفيق للقفاز الجزائري في هذه المنافسه.